حمزة. وي خديجة رجعت لنا السينيال دابا الحمد لله. أيه. كان واحد الدار اخرى اضطر دخلنا مع ترانسميسيون ما هذا نسولوا بعدا واحد السيده دغيا دغيا راه قويله وهي تابعاني سولها كي جا رمضان تبعنا كامل السلام عليكم. يا رسول الله غادي يعطيك الصحه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا معك ميديا انت في قدر ندخلوا ولا لا عفاك؟ دخلوا بسم الله. سمعت صوتي السلام عليكم. قص قص سمعت صوتي فوالا هو اللي ما فهمش انا صحيح اسم ديالك برافو زيد ما عرفتش كيفاش تتعامل مع الوضع. اسم ديالك لالا؟ بصرى السعدية. بصرى السعدية بصرى السعدية السعدية مشرفين من مدينة الرباط هنيئا لك عارفة بعدا علاش جينا عندك؟ ما عرفتيش اذا واش كتفرج في ميديان تي في ديما ديما كتفرج على لا وهاني قال لك ربحتي معنا عمره الديار المقدسه ان شاء الله مهدد لك علاش ما يمكنش يعني علاش ما يمكنش ها ما يمكنش تمشي يمكنش ليا علاش مع المتياز محرم بالحفظه مع المتياز مشات تشوفي مع لاجونس شي واحد لا ولا بغات تصيفط الوالده ديالها ربحتي معنا بعمره تقدري تعطيها الوالده ديالك الوالد ديالك ماشي مشكل توفي كلشي يعني توفي عطا الاخت ديالك ما كاين مشكل تعطي الاخت ديالك الله يرحم والديك في هذا النار والله يرحم جميع المسلمين في كل مكان شريفه هذه مهدات لك من ميدي ان تي في تعطيها لمن بغيتي اي واحد من عائلتك تقدر تعطيها ليه هنيئا لك وشكرا وسمح لينا جيناك على غفله والله يدخل الله يكمل رمضان على خير وشكرا وخديجه نعطيك الخط غدا ان شاء الله مره اخرى في الرباط مبروك بعدا على السعوديه مبروك عليك مبروك على الدراري كلشي تيقول لك مبروك مبروك عليك سعد رمضان والله يجعلو الشهر المغفره والسلام ان شاء الله امين خديجه امين شكرا جزيلا نتلاقاو خديجه غدا ان شاء الله في نفس التوقيت بالرباط في حي اخر باقي في الرباط ان شاء الله سلام حمزه شكرا